السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة عليكم جميعا، وكل عام وانتم بخير. نستمر في سلسلة المحاضرات اللي هي كيف، وأولها اللي هي كيف نبني مجتمع. الأسبوع اللي فات احنا اتكلمنا عن الجندي المدني والجندية المجتمعية، واليوم هنتكلم على ازاي نبني مجتمع، كيف نبني مجتمع. في رأيي الشخصي ان بناء المجتمعات اصعب بكتير جدا من بناء الاهرامات او عجائب الدنيا السبعة اللي موجودة، سواء كان حدائق بابليون او الى اخره، او سور الصين العظيم او الى اخره. فبناء المجتمعات اصعب بكتير جدا 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 من عمل شيء يترك للتاريخ لكي يتندر به الناس او يتكلم عنه الناس. في بعض التعريفات اللي احنا هنتكلم عنها. يعني ايه مجتمع؟ المجتمع هو الموئل اللي بتعيش فيه الخلائق كلها، وهنا كل خليقة من خلائق ربنا سبحانه وتعالى بيكون لها دور، بيكمل دور الخلائق الاخرى اللي بنتكلم عنها لأجيال متبعة. فالمجتمع ده يعتبر زي موئل كلنا بنعيش فيه، بيكون اهم الخلائق في المجتمع ده هو الانسان، بيخش مع كل الخلائق الاخرى من حيوانات لطيور لحشرات لموارد طبيعية اخرى، مياه جبال الى اخره الى اخره، بتعيش فيها الاجيال، والاجيال دي هي اللي بتكون المجتمع. الاجيال المتعاقبة بتكون هذا المجتمع. داخل المجتمع الكبير بيكون في مجتمع صغير، مجتمعات صغيرة. كل مجتمع من المجتمعات الصغيرة دي ها بتمثل خاصية مجتمعية مختلفة عن الخاصية المجتمعية الأخرى بتمثلها المجموعات الأخرى، لكن كلهم بيتكاملوا مع بعضهم، بيتكاملوا مع بعضهم في الأدوار وفي الأداء لبناء المجتمع ده. وكل هذه المجتمعات الصغيرة مع المجتمع الكبير بيكونوا منظومة البقاء للوطن وللشعب وللمجتمع الكبير نفسه. كل هذه الوظائف والخصائص لابد أن تتجانس مع بعض. ليه؟ عشان تقوي شبكة المجتمع أو القاعدة القوية اللي بتربط المجتمعات من أسفل، اللي هي الشبكة المجتمعية اللي تربط المجتمعات الصغيرة بالمجتمع الكبير، والمجتمعات الصغيرة ببعضها البعض، وحتى المجتمعات الصغيرة بتنقسم إلى مجتمعات أصغر، ثم تصل إلى العائلات والقبائل، ثم تصل أيضا إلى اللي هم الأفراد نفسهم. يبقى المجتمع ده هو الموئل اللي احنا كلنا بنعيش فيه مع بعض، وكلنا دور واحد بنتكامل فيه كلنا مع بعض في أداء هذا الدور لبناء مثل هذه المجتمعات. ده التعريف الأولاني. ازاي بنبني مجتمعات؟ الأمر بسيط لكنه عايز وقت طويل عشان نبنيها. أول المسيرة اللي بنسميها البروسيس قد يبدأها فرد أو مجموعة من الأفراد، قد يبدأها فرد أو مجموعة من الأفراد، وبعد هؤلاء المجموعة ما تجلس ويبتدوا يعملوا بعض المبادرات، هذه المبادرات بتتحول لمنظومة أو نظام أو سيستم. يبقى من مسيرة قد تكون عشوائية أو بمجرد تجربة إلى تجارب مبادرات بنقوم بيها علشان بعد كده هو نحمل منها النظام، والنظام ده بنعمل له أطر. يعني ايه أطر؟ أطر تخلي النظام يمشي على طريق واحد، لا يحيد يمين ولا يحيد شمال. يبقى بعد المسيرة اللي بنسميها باللغة الإنجليزية البروسيس بنحولها لسيستم من خلال المبادرات اللي احنا بنعملها، وبعدين بنضع لها أطر. الأطر دي بنحتاج نجيب لها ناس متخصصين هم اللي يعملوها. قد لا يكون هؤلاء الناس هم من بدأوا المسيرة وبدأوا المبادرات نفسها، دي عايزة تخصص أكتر. يعني من مسيرة بروسيس لمنظومة لأطر اللي احنا بنسميها الفريم ورك بتاع الشغل ده نفسه. مجرد ما عملنا الفريم ورك للمنظومة دي كلها بنبتدي بقى نضع سياسات نتفق عليها عشان تعمل منهجية عمل وتعمل فيها مرجعية ومحاسبة ومذهبية فكرية. هذه الأشياء كلها تمشي لكي تكون المناخ الثقافي والمناخ السياسي
ها والمناخ الفلسفي لبناء المجتمع، يعني منظومة صغيرة بودرات نظام لأطر لوضع السياسات نتفق عليها كلنا في بناء مثل هذه المجتمعات. بعد كده بنحولها لصناعة، صناعة مجتمعية. يعني ايه صناعة مجتمعية؟ الصناعة لا تنجح بدون ما يكون هناك أطر وسياسات ماشية وفق نظام معين. أطر وسياسات ماشية وفق نظام معين. مين اللي بيعمل الصناعة دي؟ الصناعة بتكون دي هي النتاج النهائي اللي بتشترك فيه كل مكونات المجتمع. كل مكونات المجتمع في التخصصات المختلفة والمبادرات والثقافات والعقائد، وكل مكون مجتمعي بيصنع هذه الصناعة الكبيرة اللي بتكمل الصناعة اللي بيبرز بها المجتمع للخارج ويبتدي يتنافس فيه مع المجتمعات الأخرى، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى القاري أو على المستوى العالمي. يبقى من بروسيس لمنظومة، اللي هي مسيرة لمنظومة ونظام لأطر لفريم ورك للسياسات للبوليسي للاندستري اللي احنا بنتكلم عنها. الامر ده زي ما انا قلت من قبل ان هو اصعب من بناء الاهرامات واصعب من بناء اللي هي عجائب الدنيا السبعه اللي بنتكلم عنها. دي قاعده اساسيه في بناء اي مجتمع. قاعده اساسيه في بناء اي مجتمع. قاعده دي واقفه على ايه؟ واقفه على المعرفه. أهم شيء في هذه القاعدة المعرفة. معرفة معناها أن الإنسان أو المجموعة اللي بتبني المجتمعات عندها علم ودراية وإدراك ومعرفة، ولن ننخدع بمن يحصلوا على شهادات عليا من الجامعات وهم أكثر من الجهل في الجهالة بتاعتهم. المعرفة المجتمعية تختلف عن الدراسات الجامعية وعن الشهادات اللي احنا بناخدها. بعد ما نكون المعرفة دي بيكون عندنا إيمان بأننا هنتكامل في أدوارنا مع كل مكون مجتمعي آخر. ولابد في البناء أن التدرج التدرج التدرج. معرفة ها أساس، وبعدين التكامل في الأداء ومع المكونات الأخرى في المجتمع، ثم أن نتدرج في البناء. ما فيش مجتمع بيبنى بين عشية وضحاها. ما فيش مجتمع بيبنى بإيه؟ بالطفل المعجزة اللي بيحكم دولة من الدول ويصحى من النوم بيقول والله أنا شفت حلم وإيه وهعمل كذا. لا، ما ينفعش. كل ده كلام زي ما قال فيه عادل إمام قبل كده، أخ عادل إمام، إيه فنكوش. فنكوش في البلوش. فمعرفة، تكامل، تدرج. سيستم مش حواليه. بعد ما تدرج هنبني بقى كل الأنظمة الشاملة الكافية. يبقى معرفة، والمعرفة ده فرض عين. التكامل ده إيمان إن أنا هشتغل مع اللي معاه اللي جنبي وأنا هعمل دور وهو هعمل دور تاني، وكلنا نبقى عارفين إن إحنا هنبني بالتدرج المجتمع علشان نبني الأنظمة الشاملة الكافية لبناء هذا المجتمع. ده قاعدة البناء. كان في صريحة اللي هي بتاعت الحكمة. هجيبها دي قبل كده. دي في الاول كان موجود. ايه الحكمه من بناء المجتمعات؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى وضع قاعده في بناء اي مجتمع، فكون اللي هو احنا بنسموه الناموس الاعظم، ناموس الكون اللي بيدير كل الخلائق وكافه الخلائق اللي ربنا خلقها، سواء كانوا بشر أو كانوا من الطيور أو كانوا من الحشرات أو كانوا من الأسماك أو كانت من الجبال أو كانت من الرياح إلى آخره إلى آخره. فده الناموس الأعظم ماشي، أو من الكواكب ماشي من وفق نظام إيه رباني كبير. وإحنا بنبني المجتمع لابد نعرف إن إحنا بنبنيه وفق النظام الصغير اللي إحنا في داخل المجتمع اللي ما بيتعارضش مع ناموس الكون. أهم شيء في بناء المجتمع اللي هو تدافع من اجل البقاء. لولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ها ومساجد قوم فيها ذكر الله الى اخره. فلما يبقى اهم القاعده عندنا هنا اننا كلنا بنتدافع من اجل ان نبقى. يعني بناء المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده من اجل البقاء. التدافع ده لولا دفع الله الناس بعضهم بعض من اجل ان يبقى ويقوى المجتمع. فلابد ان نتدافع تدافع ايجابي لكي نتدرج في بناء هذا المجتمع.
تيجي التدرج مره اخرى هنا تاني. مفيش بناء دون تدرج. يبقى الحكمه هنا هو اننا نتدافع من اجل البقاء والبناء بالتدرج هذا. وهنا النقطه الثالثه دي ان احنا بنتميز كافراد. نتميز في التخصصات، نتميز في القيادات، نتميز في الخبرات، نتميز في كل شيء. ويحكمنا او يقودنا او يوجهنا الاصلح فينا والاكثر خبره فينا. ده التميز ما بين بني البشر، التميز بين البشر. ويتميز بين البشر بينه وبين خلائق الاخرى. يعني مين هيكون قائد المجتمع؟ اكيد الانسان. مش هيكون قرد ولا غزاله ولا جاموسه بتقود المجتمع، لكن هذا الانسان اللي هيقود المجتمع يبقى متميز عن باقي افراد المجتمع من البشر لكي يستطيع ان يدير هذه الحلقه في النظام الداخلي لبناء المجتمع. يعني بنتكلم هنا الحكمه الاساسيه وفق الناموس الاعظم للكون اللي هو خلقه ربنا سبحانه والوضع ربنا سبحانه وتعالى، نتدافع من اجل البقاء، نتدرج في بناء المجتمع، وبنتميز بين بعضنا البعض، وبنتميز بين بعضنا البعض، ونتميز بيننا وبين الخلائق الاخرى. نرجع تاني هنا نشوف بقى كيف نبني المجتمع بقى، وايه المكونات بتاعت المجتمع. اول حاجه بتكون عندنا قاعده مهمه جدا جدا في فلسفه البناء دي، اللي هي الاساسيات. في خمس او ست اساسيات. الشراكه، ها يكون كل شيء مبني على الشفافيه. مفيش قائد في المجتمع يخبي حاجه. انت ومالك وانت وما عندك للمجتمع. ها المحاسبيه، يكون في مجموعه بتحاسب من يكونون قائمين على بناء هذه المجتمعات. احترام لكل فرد من ابناء المجتمع، مفيش اقليات واغلبيات، لا كل مواطن في او من ابناء المجتمع له حق الاحترام، العدالة في التوزيع، العدالة في الحكم، العدالة في كل شيء، وبناء المجتمعات بيبنى على الشراكة معاهم، يبقى الشراكة والعدالة والاحترام والمحاسبة والشفافية تكون دي القاسم المشترك الأعظم في كل مرحلة من مراحل البناء هذه، اللي بتبدأ أول حاجة في بناء المجتمع اللي هي معرفة مكونات المجتمع. لابد لمن يتصدر لبناء المجتمع أن يعرف كل مكون مجتمعي. سواء كان مكون مجتمع ده بشري من القبائل والعائلات والمكونات او من غير البشر من الخلائق الاخرى والمصادر الاخرى اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم بها على هذا المجتمع. لابد، ما ينفعش نبني مجتمع من غير ما نعرف كل مكون من مكونات هذا المجتمع. ثاني حاجه قاعده الاشراك، لابد ان يشترك في بناء المجتمع كافه الاطياف والتشكيلات، ولا يهمش احد ولا يميز احد عن اخر. الميزه فقط تجي بالقدره على الاداء والكفاءه والخبره والمعرفه. يبقى ده اصبح قاعده ثانيه، اننا ايه اشراك كافه الاطياف والتشكيلات، ولا يحدث استثناء او تهميش البعض. ولابد هنا نعرف، احنا قلنا معرفه المكونات هنا، لكن هنا ما لابد ان نعرف معرفه دور وفعاليه كل مكون من هذه المكونات المجتمعيه. انا ليه بحتاج بعض الموائل الطبيعيه داخل المجتمع اللي هي الغابات دي؟ لانها من غيرها هيختل البناء المجتمعي. يعني الارض الخضراء اللي موجوده في المجتمعات اللي احنا بنحاول نبيعها، او لما نشوف اللي هي الغابات اللي هي موجوده مثلا في الامازون، وبيحاولوا الحروب ما بين المجتمع وما بين الحكومة عشان تستقطع منها أجزاء علشان تستبيعها لبعض المستثمرين، وإزاي مجموعات الضغط المحلية المجتمعية بتقاوم هذا لكي لا تضيع مثل هذه المواد. احنا بنقول مثلا الأمازون أحد الرئات الإيه اللي بيتنفس منها العالم كله. الأراضي الخضراء في كل حتة، الأنهار اللي موجودة إلى آخره. لابد نعرف دور وفعالية كل مكون مجتمعي. تاني حاجة، ايه هي مصادر القوة والضعف لكل مجتمع؟ في كل مجتمع لابد على القيادة المجتمعية ان تحدد مصادر القوة اللي عندها فتقويها، ومصادر الضعف فتعالجها. الإلمام بقى دي مهمة جدا النقطة دي. لابد ان نعرف ثقافة وقيم وتراث وتاريخ وفلسفات وعقائد المجتمعات اللي بنشتغل معاها. وليس انك عايش في دولة واحدة او في وطن واحد يبقى كل زي بعض. ابدا. يبقى في موزايك، وفي فيها اللي هو بنسميها ايه بنسميها دايفرستي، او اللي هو مش عارف بالعربي يسموها ايه يعني. فاللي هو دي لابد نعرفها.
يعني هو احنا ضربنا مثلا من الامثله على انواع القبائل المختلفه في بلد معين. لو كان مثلا بنضرب بمصر، مصر القبائل اللي موجوده في سيناء تختلف عن القبائل الموجوده في مطروح، تختلف عن القبائل الموجوده ايه في النوبه في الجنوب، وكلهم مصريين. وكذلك في ليبيا القبائل اللي موجوده في الجنوب عندها تختلف عن القبائل بتاعه شرق ليبيا، تختلف عن القبائل الموجوده في غرب ليبيا الى اخره. فدي مهمه جدا ان يعرف ثقافه كل ثقافه وقيم وتراث وتاريخ وفلسفات وعقائد كل المجتمعات. دور المراه والشباب اللي هم بيكونوا 60 او 70% من المجتمع لابد يكون لهم دور بارز في بناء المجتمع. وبعدين هنا مهمه جدا اعطاء المبادرات او زمام المبادره لمين؟ لابناء المجتمع المحلي. لان احنا عايزين نفرز منهم طاقات ونطلع منهم قيادات. يبقى زمام المبادره لكل مجتمع محلي في كل قريه او في كل محافظه او في كل ولايه او في كل مدينه يكون القياده من داخل ابناء المجتمع المحلي. قال لي انا اصطدم، قاعده عدم الاصطدام دي موجوده على طول، قال لي انا اصطدم بالحكومه المحليه وما يكونش لنا عندنا ايه اجنده خارجيه. في بعض الناس يعني بيعتمدوا على تمويل خارجي من الخارج ويكون لهم اجنده خارجيه، وبعد كده هو تحكيم الاصلح وليس الاقرب. يعني اذا كان حزب هناك من الاحزاب بيحاول يحكم مجتمع ما او بلد ما الى اخره، فقد يعتمد فقط على اللي هو عضويه الاحزاب وليس على الاصلح في هذا المجتمع. والامر الاخير اللي بنتكلم عنه اللي هو عدم التسرع على الاطلاق في جني الثمار. حصلت ثوره النهارده، كل عايز يحل مشاكل بلد بكره، ده بياخد سنين ان لم يكن بياخد عقود عشان نصلح المجتمع ونبني المجتمع. المده الزمنيه لبناء اي مجتمع، لو احنا دخلنا على التاريخ نلاقي ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذت المده دي 23 سنه، رغم انه كان مؤيد من السماء من ربنا سبحانه وتعالى عنده بالقران وبالملائكه وبالصحابه الى اخره. وفي في في الواقع الحالي في بعض الدول خلال 20 ل 25 سنه زي ماليزيا. فما فيش مجتمع بيبنى بين عشيه وضحاها، مفيش مجتمع بيبنى في سنه او سنتين او ست اشهر الى اخره. فلا بد من يريد ان يبني هذه المجتمعات يعلم او تعلم جيدا ان الوقت لابد ان يكون جزء من البناء، والصبر يكون جزء من البناء، والمشاكل اللي هتقابلك في سبيل بناء المجتمع تكون هي عامل من عوامل انجاح هذا البناء. من 10 سنين قد تصل الى 30 سنه. دي اتكلمنا عنها احنا قبل كده عن الحكمه في بناء المجتمعات. خطوات البناء ثلاث خطوات. اول حاجه كلنا بلا استثناء نكون مؤمنين ان احنا عايزين نبني منظومه ونبني صناعه. يبقى الايمان ركن اساسي في بناء اي مجتمع، مهما كان المجتمع ده بدائي او متقدم او متخلف. يبقى اول عنصر الايمان دي قاعده اساسيه وركيزه اساسيه. الثاني التكامل في الادوار، لا تتميز مجموعه عن مجموعه. قد يكون الغالبيه في المجتمع من جهه معينه او من مجموعه معينه ولا تحتاج للاخرين، هذا خطر. لابد اشراك كل المجاميع او المكونات المجتمعيه داخل بناء هذا البناء المجتمعي في كل المراحل البناء. والاخيره اللي هو كلنا شركاء، كلنا شركاء في بناء الايه؟ المجتمع. وهناك الشراكه تكون قائمه على المساواه بين المكونات المختلفه داخل المجتمع والقوى المختلفه داخل المجتمع، لان كلنا سواسيه في بناء المجتمع. ايه هي المؤسسات اللي بتساعدنا في بناء المجتمع؟ هتلاقي في مؤسسات كتيره جدا موجوده عندنا، منها من اهمها للمؤسسات الشبابيه والنسائيه، واللي انا بركز عليها دايما ليه؟ لان حوالي بيمثلوا 60 ل 70% من اي مجتمع، اللي هو مؤسسات الدوله المستقله، الاحزاب والنقابات، المؤسسات القضائيه والتشريعيه، الحكومه الحاليه، القيادات التقليديه اللي احنا ساعات بنهملهم من العمد ومن مشايخ القبائل ومن الوجهاء ورؤساء العائلات الى اخره. المؤسسات الدينيه المستقله ايضا، ولابد تكون مؤسسات دينيه مستقله مش مسيسه، المؤسسات الامنيه والعسكريه، المجتمع المدني، وده مهم جدا 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 جدا. ما لن يبنى اي مجتمع ولن يتقدم اي مجتمع بدون وجود مؤسسات مجتمع مدني قويه ومؤسسات مجتمع مدني قوي. الاعلام طبعا مهم جدا، قد يكون اعلام مضلل لكن لابد ان نوجه هذا الاعلام من خلال الضغط اللي بيجي لها من مؤسسات المجتمع المدني او من الاحزاب والنقابات او من اللي هو
المؤسسات الاخرى المستقله الى اخره. وطبعا مهم جدا المؤسسات الفكريه والبحثيه، كل هؤلاء هم مؤسسات تشترك جميعها في بناء المجتمع. انا ليه بتكلم عن بناء المجتمع في الوقت اللي عم نتكلم فيه دلوقتي؟ لان احنا دلوقتي احنا عايشين في وقت هو بيتكلم فيه عن الارهاب، بيتكلم فيه عن التطرف، بنتكلم فيه عن الرجعيه والانعزاليه الى اخره الى اخره الى اخره، والاحباط اللي بيصيب الشعوب. فان اردنا ان نحارب كل هذه الامراض فلا بد ان نبني مجتمع قوي، ولن يبنى مجتمع قوي بدون وجود مجتمع مدني قوي ومؤسسات مجتمعيه مدنيه قويه تراقب مثل هذه المؤسسات وتراقب عمليات بناء المجتمع. عوائق البناء، اي بناء دايما ليه عوائق، اي بناء دايما اهم عائق فيه هو زي ما انا اتكلمت من دقيقه اللي هو الاثار السلبيه الناجمه او الناتجه على سياسه الحرب على الارهاب. يعني 50 ل 60% من نفقات الشعوب او امكانيات الشعوب بتصرف على منظومه محاربه الارهاب ونحن لا نعرف تعريفا للارهاب الى الان. فدي سلبيه، وبعدين تخويف الناس وترويع الناس باشياء اسمه ارهاب، والارهاب قد يكون موجود لكن مش بالشكل اللي احنا مضخمينه ده، وده قد يكون نرجع لفيلم الفنكوش اللي عمله عادل امام قبل كده، هو في ارهاب فنكوشي وارهاب بلدوشي الى اخره. من العوائق الاخرى اللي هي الكوارث الطبيعيه اللي تستنزف يعني مقدرات المجتمع. ها؟ تدخل القوى الاقليميه والدوليه عندهم رغبه اكيده في الدخول في منطقه معينه. عندهم ايه رغبه فيها والتحكم فيها. الدول العميق الدوله العميقه اللي داخل الدوله. داخل الدوله في مؤسسات للدوله معروفه للمجتمع، في مؤسسات للدوله غير معروفه، لكن في مؤسسات للدوله العميقه الفاسده داخل الدوله، داخل اللي هو مؤسسات الدوله او المؤسسات اللي هي الدوله العميقه اللي هي بتحاول تهدم الدوله من الداخل، سواء في المخدرات، سواء في السلاح، سواء في الارهاب، سواء في الدعاره الى اخره الى اخره الى اخره. من اهم العوائق ايضا ان احنا لما نيجي ناخد حكومه معينه او عايزين نعمل احلال سريع، يعني نشيل كل القدام دول وحط جداد، ده غلط. ما فيش ابدا نظريه احلال سريع لن تبني مجتمع، بل ستحدد الفرقه والخصام بين العاملين في داخل مؤسسات الدوله. ارتفاع سقف التوقعات عند الشباب خاصه، احنا خلاص غيرنا النهارده يبقى كل حاجه هتتغير بكره والدنيا هتبقى ربيع والجو بديع، ونبتدي بقى ايه نجيب الاغاني الحلوه دي اللي بتتكلم، لك لا اغاني مش واقعيه. لكن مش عارفين ان لما بنحط البذره في الارض بتاعت المانجا او بتاعت البلح بتاخد لها 5 أو 6 سنين عشان تطلع ثمره البلح او ثمره المانجا. يكون في حكومات ضعيفه او حكومات دكتاتوريه، الضعيفه بتقاد من الشعب بالتشكيلات المختلفه، والدكتاتوريه بتحجم الشعب وتحجم امكانياته وسقفه، فدي برضك تكون عائق اخر في عوائق بناء المجتمع. عدم وجود زي ما قلت انا قبل كده، عدم وجود قطاع مدني قوي ومؤسسات مجتمع مدني قويه تحاول تدافع او تبني المجتمع. والدوله اللي قلت 50,000 مره اللي ما فيهاش مؤسسات مجتمع مدني قويه هي دوله هشه مهما كان عدد سكانها ومهما كان تضخم مدناتها ومهما كان قواتها العسكريه والامنيه. يبقى عدم وجود مجتمع، مش لان يبني هذه المجتمعات بالدرجه الاولى الا مؤسسات المجتمع المدني اللي بتتكلم عنها ده، وتشترك في هذا مع الحكومه، مع القطاع الخاص، مع المؤسسات اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. وجود مشاكل اقتصاديه ايضا بتسبب عائق ايضا، اللي هي البطاله والتضخمات الاقتصاديه اللي عندنا موجوده. عدم وجود كوادر مدربه اللي هم الهيومن ريسورس اللي هم جزء من اللي هو القطاع المدني. القطاع المدني ده مهم جدا، هو بيطلع لنا الكوادر المدربه اللي احنا ممكن ايه نخليهم يقودوا مثل هذه المبادرات في بناء المجتمعات. يبقى صراعات ونزاعات داخليه بين القبائل، بين العائلات، بين الاقل هم الناس اللي ايه المتصارعين، وفي الثورات بناء المجتمع في وجود الثورات يختلف عن بناء المجتمع خارج الثورات. وجود فساد اداري ايضا، فده موجود يمكن في دول كثيره جدا جدا بما فيها الدول المتقدمه، بس بتخلف نسبة الفساد من 90% في بعض الدول الى 5 و10% في بعض الدول الاخرى.
الحروب اللي حصلة في المناطق المختلفة اللي بنتكلم عنها دي، ودي بتستنزف القوى البشرية، مصادر البشرية ومقدرات المجتمع كلها. ومن أهم هذه العوائق الجهل. الجهل اللي هو أهم من الحرب على الإرهاب، لأن لو احنا عندنا أمة غير جاهلة ستستطيع أن تستبدل الإرهاب والحروب والصراعات بالسلام والأمن والرخاء. فلذلك الجهل ده من أهم العوائق التي تؤدي إلى الحروب، إلى الفساد الإداري، إلى الصراعات، إلى عدم وجود كوادر مدربة، إلى مشاكل اقتصادية، إلى 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 إلى. فلذلك أنا حطيته فوق، هو أهم إيه من كل النقاط الأخرى. عدم الاستقلالية، لما تكون أنت مسؤول في قائد في المجتمع أو مسؤول عن شيء معين وقرارك مش عندك، قرارك عند إيه؟ واحد معاه في الحتة دي. طب هو ده ما يجي يقعد هنا أحسن. لا، هو قاعد هنا بس بيملى على هنا، وده خطير جدا جدا جدا، إن عدم وجود شفافية وعدم وجود استقلالية في اتخاذ القرارات. دي كلها عوائق بنتكلم عنها. ازاي بقى نبني المجتمع في مناطق الصراعات اللي بنتكلم عنها؟ نفس الكلام احنا بنحاول نكرره تاني. لابد علينا ان نتعامل مع كافه الاطراف المتصارعه، ان نطبق الحياديه وعدم الانحياز، ان نكون متخصصين في العمل اللي بنقوم به. يعني اللي بيعمل عمل انساني متخصص في عمل انساني، عمل سياسي متخصص في عمل سياسي، عمل اقتصادي متخصص في عمل اقتصادي، عمل عسكري متخصص في عمل، وهكذا. ما نخلطش الاجندات بعضها ببعض. وبعدين نحاول نتحاشى ان يكون في عندنا رموز مجتمعيه محسوبه على تيار معين وهي تعتبر مستفزه لعمليات بناء المجتمع داخل مثل هذه الاماكن في مناطق الصراعات. العمل بالمتاح. صحيح انا قدرتي ان انا اعمل اشياء كثيره، لكن ميزانيتي وعدد الناس معايا شغالين بيكون بشيء ثاني، فانا اعمل بالمتاح مش بالقدره على التنفيذ. التحكم في انفعالاتنا، يعني واحنا قاعدين نعتبر ان كل اللي قاعدين في بناء المجتمع ده اثناء الصراعات هم زينا بالظبط، عندهم مشاعر واحاسيس واراء وافكار، لابد ان احنا نحترمهم، نبني مبدا الشراكه مع الاخرين، معاهم كلهم لا نستثني احد، ونركز على ان كلنا موجودين هنا علشان نبني مجتمع من اجل المواطن، ليس من اجل الحزب او من اجل الجماعه او من اجل الجمعيه او من اجل شخص معين، لكن كلنا بنبني هذا المجتمع من اجل المواطن اللي هو انا وابني وبنتي وخالتك وعمتك وستك الى اخره. معرفه، لابد يكون عندنا معرفين من هي القوى المتسارعه وكيفيه التعامل معها. كل هذه الاشياء بتحدد بالنسبه لنا اطر ازاي نبني بها المجتمعات في مناطق الصراعات. اللي بيدير المراحل البناء دي لابد يتميزوا ببعض الاشياء، منها اهم شيء حسن الاستماع والفهم والتحليل والحياديه. لابد ان يكون من يدير هذه النقاشات سواء كان في مناطق الصراعات او غير مناطق الصراعات عنده حسن الاستماع والفهم والتحليل. لابد ان يكون عندنا نطوي صفحات الصراعات الداخليه بيننا وبعضنا، ونفكر في الحلول. نفكر في الحلول مش في المشاكل. مش كيف نحلل المشاكل فقط، نفكر في الحلول. وتعلم من تجارب الاخرين، تجارب في جنوب افريقيا، تجارب في ليبيريا، تجارب في البوسنه، تجارب في ماليزيا، تجارب في كل هذه الاماكن اللي استطاعت ان تبني في سريلانكا الى اخره. تشجيع كل مبادره، ليه احنا بنشجع المبادرات؟ عشان كل مبادره بتطلع لنا قائد في المجتمع. بتطلع لنا ليدر. فكل المبادرات اللي عندنا من الشباب ومن النساء ومن كل هؤلاء طلعنا تفرنا القيادات. نستثمر في البحث والتعليم، يبقى اللي موجود هنا هو يركز على البحث والتعليم، لان هو اساس بناء المجتمعات، يكون عندنا رؤى وخطط واضحه نمشي وراها، مش ماشيين دون نهج او دون هج. ونكون نرجع تاني لقاعده التدرج ايضا، ما فيش شيء هنحطه نضرب بالفأس الارض فتطلع لنا بعد كده شجره مانجا في خلال ضربتين بالفاس الى اخره. ده كله كلام احلام العصافير. نحافظ على روح العطاء والعمل وبروح الفريق. روح الفريق دي معناها كلنا شركاء في بناء الوطن وفي بناء المجتمع وفي بناء المنظومات اللي احنا بنتكلم فيها، وعدم الاستسلام للفشل. واحنا بنبني اي مجتمع بتحصل فيه تجارب فاشله، فلابد ناخذ الفشل لنكون خطوه من خطوات بناء النجاح فيما بعد. وهنا مهمه جدا، ودي اللي هي نفسنا،
في برنامج في التلفزيون اسمه نفسنا، مش عارف مين البطلات بتوعه، متنفسنات بيتنفسنون عننا. فالتنازل عن بعض الاراء من اجل المصلحه العامه اللي هي نفسنا اللي بنتكلم عنها دي، وبين يكون واحنا بنبني المجتمع وعايزين ندير المراحل دي كلها، يكون عندنا على تاهيل الاجيال وبناء الشباب والاتفاق مع بعض على سياسه واضحه لتبني ثقافه وقيم واخلاقيات المجتمع اللي احنا بنبنيه. فده بيكون على الرؤيه دي عند من يريد اداره مراحل بناء المجتمع. طيب دي اخر شريحه وهنتكلم فيها عن ايه؟ اين نستثمر قدراتنا؟ اهم ثروه عندنا هي القدرات البشريه. اهم واحده عندها اعلى عائد استثماري في اي وطن، اعلى من البترول واعلى من الغاز واعلى من الزراعه واعلى من الصناعه واعلى من السياحه وكل الحاجات، واعلى من الرياضه، لان هو الفرد او المواطن هو اكثر المصادر وقدرات المجتمع قدسيه، واعلى عائد استثماري ياتي منه. فنستثمر في القدرات البشريه نمره واحد. بعدها ننظر لكافه القدرات الاخرى اللي انا اتكلمت عنها، الزراعه والصناعه والطرق والى اخره، وايه ثاني يا ربي، والسياحه الى اخره الى اخره الى اخره. الناس طبعا ايه بتحاول تربط الحاجات دي كلها وايه وتهمل المواطن نفسه. ان اهملنا المواطن لا في زراعه ولا في صناعه ولا في تجاره ولا في سياحه ولا في كوره ولا في كاس افريقيا ولا كاس العالم الى اخره. اهم قدره ان هو اللي هو الاستثمار في الشخص نفسه، سواء كان الشخص ده رجل او امراه، فتاه او شاب. كيف نوفق بين هذول؟ في قدرات كامله بتاعت البلد ان هو في قدرات بشريه. لابد في هذا الامر ان نعتمد قاعده التعليم. احنا امه اقرا، اول سوره واول كلمه من القران كانت اقرا. اقرا معناها الفهم والادراك والوعي. اعتمد التعليم بكافه انواع التعليم. في تعليم تقليدي اتعودنا عليه، انا عايز اجوز بنتي للدكتور، انا عايز اجوز بنتي للمهندس، طب انا عايز اجوز بنتي للسباك، ايه الحرام فيها؟ فالتعليم بكافه انواع بيكون هو الصلبه، القاعده الصلبه التي تبني فوق اساسها على اساس التعليقه اكتشاف الثروات. لن نكتشف ثروات بلدنا وقوه ومقدرات مجتمعاتنا الا ان اعتمدنا قاعده التعليم بكافه انواع، التعليم المهني، التعليم التخصصي. يعني مثلا من انجح الاكاديميات اللي موجوده دلوقتي الاكاديميات الرياضيه. يعني اشمعنى الاهلي والزمالك ومانشستر يونايتد وبرشلونه وريال مدريد واي سي ميلان بيستثمروا في الاطفال عشان يحولوهم لنجوم ويبيعوهم بملايين الدولارات، واحنا ما بنستثمرش في ابنائنا وبناتنا في التعليم لكي يتحولوا الى مصادر ثروه قوميه كبيره في المنطقه. فنرجع للاخر عشان ايه؟ احنا خلصنا. ان اردنا ان نبني اي مجتمع فلابد علينا من ان نشرك كافه مكونات المجتمع معنا من اول يوم الى اخر يوم، ونبني على مبدا الشراكه والتكامل والاحترام والشفافيه والمرجعيه والمحاسبيه. ها، وعلينا الا نستثني احد من بناء المنظومه المجتمعيه. وبناء المجتمعات زي ما قلت ان هو اصعب بكثير جدا من بناء الاهرامات وبناء كل هذه المعجزات او اللي هي عجائب الدنيا السبعه. ها، وقاعده التعليم هي اهم ركن، التعليم والمعرفه اهم ركن من اركان البناء المجتمعي. كذلك التدرج مهم جدا جدا جدا، عدم التسرع وعدم اللي هو التسرع في قطف الثمار، وكذلك التكامل بيننا وبين كل المكونات المجتمعيه الاخرى. اشكركم جميعا ونراكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.